Concernant le planning prévisionnel, actuellement à ce jour, on est à 4. الزيارة التي قادتنا إلى ولاية بجاية اليوم وهي زيارة سمحت لنا بالاطلاع على قدرات والإمكانيات الخاصة بولاية بجاية، وقد وضعنا حيز الخدمة 3 مستشفيات، مستشفى بتزمرت ومستشفى بسوق الاثنين ومستشفى بوادي غير. فيما يخص المستشفى الأول تزمرت، في الأيام المقبلة سنعززه أيضا بإمكانية بشرية ومادية وببعض التكفل بالجوانب الإدارية لسيره العادي. في سوق الاثنين هناك احتياجات فيما يخص الأخصائيين سيتم التكفل بها أيضا، وبوادي غير هناك بعد تشاور مع السيد الوالي وبعض الخبراء رأينا أن 120 سرير لمرضي الأمراض العقلية لا يساعد كثيرا، فبالعكس هناك سكنات وهناك ساكنة كبيرة حول وادي غير تحتاج إلى التكفل الصحي في اختصاصات أخرى. لذلك سنخصص زوج من هذه الأسرة للأمراض العقلية، طبعا تكون في حدود 30 أو 40، والبقية 80 سرير سنخصصها للإخصاصات الطبية، القلب والأمومة والطفولة وغيرها، لأن هذا يفيد الساكنة أكثر من شيء آخر. ثم اطلعنا على الإمكانيات التي يمكن تعزيزها مستقبلا في ولاية بجاية، طلعنا على الأرضية اللي هي مخصصة للمنشآت الصحية، وأظن أن الكل بحسب الآن الإمكانيات الموجودة في بجاية والكفاءات العلمية الموجودة بها تحتاج إلى قدرات صحية وإمكانيات أكبر، وذلك ما سندرسه في الأيام القادمة وسيكون خيرا على ولاية بجاية وعلى سكانها. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.